السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو على قناة زمهان عبد اللطيف. اليوم إن شاء الله كنتواجد بالفرع ديال غوتي، فرع ديال مدينة الدار البيضاء، فرع أوريفلا اللي غادي نصور لكم. ها هو كتشوفوه معايا كما كتشوفوا، اللي غادي نصور لكم إن شاء الله أشنا هي مفاجأة ديال حملة التسجيل اللي دايرين لنا هذا الشهر، اللي دايرينها في الشركة. إلا سجلتي واحد العدد ديال الناس أشنو غادي تربح. غادي ندخلوا إن شاء الله الفرع دابا باش نمشيو نشوفوا في أول فيديو حصري مباشرة أشنا هي حملة التسجيل اللي دايرين لنا هاد الشهر، الكادوات اللي كاينين هاد الشهر. غادي ندخل ان شاء الله باش نشوفوهم جميع. ما تنساوناش بالدعم ديالكم باللايك والاشتراك في القناه باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. كما قلت لكم وكما كتشوفوا هنا في التصاور، عندنا الا سجلتي جوج ديال الناس، مثلا انت دخلتي وسجلتي جوج ديال الناس، غادي تاخذ هاد الصاك فابور. هاد الصاك اللي كتشوفوا دابا هو القدام ديالو، يعني الصاك زوين ديال ليد، عنده هاد الصمتة وهاد الستيل جديد. غادي تاخدو فابور الا سجلتي جوج ديال الناس، سجلتي اربعة غادي تاخد هاد الصاك الكبير، فيه هاد ليد وفيه الصمتة. حتى هو كما كتشوفو هنا الطريقة باش كيتهز، هي المقاسات ديالو. الا سجلتي اربعة ديال الناس تاخد هاد الصاك الصغير زائد هذا، هو اللون ديالو، اللون ديال السيل ديال 2020. وغادي تاخذهم فابور زائد هاد البوشيطه، البوشيطه ما حاطينش باقي ما وصلتهمش التصويره ديالها، زائد هاد البوشيط ديال اللي يعني بسطام اللي كنقولوا لي حنا. تاخذ هاد ثلاثه فابور، تاخذ هذا زياده على هذا زائد هاد البوشيط اللي كتشوفوا دابا، تاخذهم فابور الا سجلتي اربعه ديال الناس. الا سجلتي ستة ديال الناس تاخذ هذه المجموعه كلها، ها هي تاخذ هذا الصاك الصغير اللي قلت لكم ديال جوج الناس، زائد هذا ديال اربعه الناس، زائد هذا البوشيط، زائد المفاجاه الزوينه اللي هي هاد الفاليز. ها هي نفس اللون، يعني نفس ستيل ونفس اللون. ها هي هاد الشيء كامل غادي ناخذوه فابور مع اوريفلام، هادشي كامل غادي ناخذوه فابور. كما كتشوفوا هنايا فاليز زوينه كتجر، فيها الكود ديالها كما كتشوفوا هنايا، وخفيفه وزوينه ومتوسطه، يعني حقيبه ديال السفر. يعني غادي تاخذ هاد، تاخذ هذه المجموعه كلها، هذا زائد هذا زائد هذا البسطام زائد هاد لافاليز، تاخذهم فابور الا سجلتي سته ديال الناس اللي بغى يخدم عليهم واللي بغى ياخذهم واللي بغى يستافد حتى هو اللي بغى يدخل معاه الناس ديالو. ولو تسجلتي هذا الشهر يمكن لك انت باش تاخذيهم ولا تنتي باش تاخذيهم. الا تسجلتي واخا تسجلي هذا الشهر وسجلتي معك جوج ديال الناس ولا اربعه ديال الناس ولا سته ديال الناس، يمكن لك تاخذي هذه المجموعه كلها و فابور خلال هذا الشهر. ماشي هذا الشيء غير للناس اللي قدام، يعني حتى الناس يعني جداد اللي غتسجلوا اول مره، يعني حتى هما يمكن لهم باش يسجلوا معاهم الناس وياخذوا هذه المجموعه. الا كنتي من محبين ديال السكان ولا من محبين ديال الموضه ولا بغيتي تسجلي معنا في اوريفلام، مرحبا بك. هي النمره ديالي كتبان لكم على الفيديو، تواصلوا معايا وغادي نشرحوا لكم وغادي ندير لكم الطريقه ان شاء الله كيفاش غادي تربحوهم حتى نتوما. وكنتمنى لكم التوفيق، وما تنساوناش بالدعم باللايك والاشتراك ومشاركه الفيديو باش يستافدوا الناس اللي باغين يتسجلوا واللي باغين يغيروا حياتهم واللي باغين ياخذوا لي كادو فابور مع اوريفلام. مرحبا بكم كاملين.